نبدأ مع بعض يا أولاد كده براحة إن شاء الله. الأسئلة التراكمية: المستقيمان المتعامدان يصنعان أربع زوايا قائم. قائمة، يبقى أربع زوايا قائمة أول إجابة عندنا، أربع زوايا قائمة. طبعا عارفين التعامد يا أولاد، المستقيم الأول والمستقيم الثاني بيتقاطعوا في نقطة والزاوية بينهم 90 درجة. طب العدد نقط عدد أولي، طبعا عارفين العدد الأولي هو عدد يقبل القسم على نفسه الواحد، يعني عدد له عاملان فقط. العدد الأولي كل الأعداد الأولية بتبقى فردية ما عدا الاثنين بس هو الوحيد الزوجي. هو جاب لي هنا اختيارات بيقول لي مين في دول الأولي، 15 ولا 17 ولا 24؟ ها 17 هو الوحيد الأولي. تعالوا كده نراجع الأرقام الأولية، عندي الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة وال11 13 14 19 وال23 وال29 طبعا 31 وهكذا، ولكن احنا نحفظ ايه لحد هنا. يبقى العدد الاولي، تاني يا بنات كلكم فاهمين، العدد الاولي هو عدد له عاملان فقط. قلت تاني يا اولاد، العدد الاولي عدد له عاملان فقط، العاملين هما مين؟ الواحد صحيح ونفسه والعدد نفسه. يعني مثلا طب ليه قلنا التسعة مش اولي يا اولاد؟ التسعة عدد ليه غير اولي ليه؟ علشان بتتقسم على الثلاثة على الثلاثة وعلى نفسها وعلى الواحد. جميل، وكل الاعداد الاولية اعداد فردية ما عدا الاثنين هو العدد الوحيد الزوجي الاولي. طيب ميم ميم ألف للأعداد 8 و12، ميم ميم يا أولاد ألف دي اللي هي المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف المشترك الأصغر لل 8 وال 12 يعني إيه؟ يعني إيه يا مستر؟ يعني مين في الاختيارات اللي عندنا؟ ال 24 ولا ال 48 ولا الأربعة؟ لو ضعفنا ال 8 وضعفنا ال 12 هيكون مضاعف مشترك أصغر بيهم منهم. طب ما تيجي كده نزود 8 زائد 8 16، 16 و8 24، طب وال 12 و12 24. يبقى ميم ميم الف يا اولاد بنجيبه ازاي؟ بنجيب مضاعفات الرقم الاولاني، العدد الاولاني اللي هو 8 ده 0 8 ازود عليها كمان 8 تبقى كام؟ 16، ازود 8 24، ازود كمان 8 تبقى كام؟ 32 وهكذا. واجي عند الرقم الثاني 12 ابدا بصفر وازود كل مره 12، ها 12 ازود عليها 12 كمان تبقى كام؟ 24، ازود 12 كمان 36. لاحظنا اصغر رقم مشترك بينهم اللي هو ال 24، بقت خلاص. يبقى ميم ميم الف دي معناها مضاعف مشترك اصغر من عددين هيكون ال 24. القيمه المكانيه رقم 3 في العدد 100 الالوف، احاد، عشرات، مئات، الوف، ها 100 ها احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف. يبقى عشرات الاف دي القيمه المكانيه، عشرات الالوف. هنا بيقول لي العامل المشترك الاعلى اللي هي عين ميم الف للاعداد 12 و15، يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه يا اولاد العامل المشترك؟ لما نجيب احنا هنعملها مجموعات، مين العدد ال 12 وال 15 تنفع تقسم عليه؟ اكبر عدد ينفع ال 12 وال 15 يتقسم عليه اللي هو الثلاثه. ممتازه، يبقى العامل المشترك الاعلى ال 12 وال 15 هو مين؟ الثلاثه، في اسمها عامل مشترك اعلى. فهمتوا؟ ممكن طالب يقعد يحلل يقول لي ال 12 دي عباره عن 3 في 4، ويقول لي 12 2 في 6، ويقول لي 1 في 12، ويقول لي ال 15 دي 3 في 5، 1 في 15. مين أكبر رقم مشترك بينهم؟ التلاتة. يبقى العامل المشترك الأعلى منهم اللي هو تلاتة، ما نتلخبطش بين عين ميم ألف ومين ميم ألف. ميم ميم ألف دي اللي هي المضاعف المشترك الأصغر، بنضاعف الأول ونضاعف التاني، بس نبدأ بصفر، نبدأ بصفر ونزود كل شوية ونشوف مين المشترك بينهم. لكن عين ميم ألف ده معناها أكبر عدد يا أولاد ينفع العددين اللي هو جايبهم يتقسموا عليه. ال 12 على 3 وال 15 على 3 ده اكبر عدد ينفع ال 12 وال 15 يتقسم عليه، اسمه عامل مشترك اعلى. عين ميم الف عين يعني عامل، اختصار لعامل، وميم ها عامل مشترك، الف اعلى، عين ميم الف عامل مشترك اعلى او العامل المشترك الاكبر. ماشي، طيب من الاكبر ها او يساوي يعني قياس الزاويه المستقيمه بتبقى كام درجه؟ ها 180. مجموع قياس الزاويه المثلث كام؟ 180. يبقى دي علامه يساوي. طيب اكبر الاعداد التاليه هو مين في الاختيارات ده يا حبايبي؟ اكبر عدد، طبعا عشان نجيب اكبر عدد لازم نبص لخانه الاحاد. هنا العدد 111 من 1000، هنا 12 من 1000، هنا 23 من 100، هنا 1 و23 من 1000. يبقى الواحد اكبر، واحد اكبر من الصفر. يبقى ما نيجي نقارن بنقارن بين الاعداد الصحيحه، الواحد هو الاكبر. طب يا اولاد هنا الخمسه تنتمي ولا لا تنتمي للتقاطع؟ تعالى نجيب التقاطع بين المجموعتين، يعني دي اسمها التقاطع، عارفينها؟ العناصر المشتركه بينهم، هل في حاجه يا مستر مشتركه بينهم؟
في حاجه موجوده هنا وهنا؟ لا لا مفيش. يبقى التقاطع بينهم كان ايه؟ خمسة. فايل هي المجموعه الخاليه. طب الخمسه تنتمي ولا لا تنتمي؟ تنتمي. ها خمسه موجوده في فايل؟ لا لا مش موجوده. يبقى نعمل علامه ايه؟ فايل. لا تنتمي. فاكرينها العلامه لا تنتمي دي مع العنصر والمجموعه، ينتمي ولا ينتمي بنعملهم مع العنصر والمجموعه. لو العنصر كان موجود اقول ينتمي، لو مش موجود يا بنات اقول ايه؟ لا ينتمي. لو كانت مجموعه بقى كنت بقول جزئيه او غير جزئيه. افتكرتوا الحاجات دي كنا واخدينها زمان دي سنه خمسة، جزئيه وغير جزئيه. طب السؤال اللي بعده هنا 572 و4 من 10 سنتيمتر، بيقول لي تقريبا لاقرب متر. هنا يا اولاد هنحول من السنتيمتر للمتر، نعمل ايه؟ نقسم على 100، لان السنتيمتر للمتر هنقسم صغير. انتوا عارفين لو كانت متر للسنتيمتر كنا هنضرب في 100، لكن دي من السنتيمتر للايه؟ المتر بنقسم على 100. هقول ثاني يا اولاد، يبقى انا عندي من السنتيمتر للمتر بنقسم على ايه؟ على 100. يبقى هجيب العدد اللي هو 572 و4 من 10 ده اقوم اقسمه على 100 الاول عشان احوله من السنتيمتر للمتر. طب لما اجي اقسم على 100 العلامه بنحركها ناحيه الشمال بكام رقم؟ برقمين. بنحركها بكام رقم يا اولاد؟ رقمين. بقت 5 علامه 7 2 4. تعال نقرب لاقرب متر. اقرب متر ده معناه الاقرب وحده. الاقرب ايه؟ وحده. خدت الاحاد اللي هي الخمسه، يعني معاك 5 متر و724 من 1000. يبقى السبعه هتعطي الخمسه ولا لا؟ هتعطي. هتعطي الارقام الكريمه الخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه، يبقى تقريبا 6 متر. طيب عددان س وص مجموعهما 20، فإن ص تبقى بكام؟ العدد الناقص. ها فاكرين في سنة خمسة لما كنا بناخد التعبيرات الرياضية كان زي دي كانت معانا، لما كان بيقول لي عددان س وص مجموعهما 20 فإن ص العدد الناقص بنطرح. يعني مثلا أنت كان معاك 20 جنيه هتطلع أخوك س من الجنيهات وتبقى معاك ص، فتقول إيه؟ الباقي معاك اللي هي 20 ناقص إيه؟ ناقص س. فاهمين؟ مثلا يعني يبقى عشان اجيب الناقص اطرح، يبقى اقول له 20 ناقص س، يبقى عددين كان مجموعهم 20 يعني س زائد ص بيساوي 20، هو عايز ص يبقى 20 ناقص ايه؟ ناقص س. فهمنا كده؟ لو كان عايز س هتبقى 20 ناقص ص. تمام ركزتوا كده يا اولاد. طيب بيقول لي مساحه المثلث الذي طول قاعدته 12 سنتيمتر وارتفاعه 5، مساحه المثلث بتساوي ايه؟ نص طول القاعدة في الارتفاع. يبقى هنضرب نص في 12 في 5، نص ال 12 6، 5 في 6 بكام؟ 30 سنتيمتر مربع. يبقى دي مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. برضو يا ولاد ناخد بالنا من مساحة المعين. فاكرين مساحة المعين؟ مساحة المعين بتساوي نص حاصل ضرب طولي قطريه. اكتب ورايا مساحة المعين. طيب كمل الأول، مساحة المثلث نصف طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المثلث بتساوي نصف طول القاعدة في الارتفاع. طيب مساحة المعين بتساوي نص حاصل ضرب طولي قطرين. فهمتوا كده؟ طب مساحة المربع كمان بالمرة ناخدها. مساحة المربع بيساوي نص في طول القطر في طول القطر، لأن هو وارد جدا يجيبنا في الامتحان مسائل تراكمية، فلازم حافظين المسائل التراكمية دي يا ولاد. يبقى أنا عندنا مساحة المثلث قلنا نص طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المعين نص حاصل ضرب طول القطرين، مساحة المربع بتساوي نص في طول القطر في طول القطر. ها عندنا ايه تاني يا اولاد؟ ممكن يقول لي هات لي طول القطر من مساحه المعين. تكتب كده طول قطر المعين، طول قطر المعين بيساوي وشد كسر كبير 2 في مساحه المعين وتحتها طول القطر الاخر في المقام، يعني طول القطر الاخر. طب افرض يا اولاد جاب لي مساحة مربع وعايز يجيب القطر، ها هنعمل ايه؟ هنضرب 2 في مساحة المربع ونشوف اللي يطلع كام في كام يديك الرقم. يعني ايه؟ اكتب كده قانون طول القطر في طول القطر، طول القطر في طول القطر بيساوي 2 في مساحة
المربع. طول القطر في طول القطر بيساوي 2 في مساحة المربع. طب بالنسبة للمثلث، لو هو كان طالب مني في المثلث مثلا الارتفاع، لو الارتفاع بيساوي نشد كسر، الارتفاع بيساوي نشد كسر كبير 2 في مساحة المثلث، 2 في مساحة المثلث على طول القاعدة. اكتب تحت طول القاعدة، اكتب ورايا، ارتفاع بيساوي 2 في مساحة المثلث على طول القاعدة. طب لو عايز منه طول القاعدة، نكتب طول القاعدة بيساوي شد كسر كبير 2 في مساحة المثلث على الارتفاع. صح، ممتاز. طول القاعدة بيساوي 2 في مساحة المثلث على الارتفاع. طب نراجع كمان يا ولاد عن مساحة متوازي الأضلاع. نكتب تحت مساحة متوازي الأضلاع بتساوي، مساحة متوازي الأضلاع يا ولاد بتساوي طول القاعدة في الارتفاع المناظر. ماشي، طول القاعدة في الارتفاع ايه؟ المناظر. نفس الكلام لو عايز اجيب ارتفاع متوازي الأضلاع، ارتفاع متوازي الأضلاع بيساوي المساحة على طول القاعدة المناظرة. تاني، ارتفاع متوازي الأضلاع بيساوي نشد كسر كبير مساحة متوازي الأضلاع على القاعدة. ماشي يا حبايبي، نكمل مع بعض كده. قاعدة متوازي الأضلاع بتساوي مساحة متوازي الأضلاع مقسومة على ايه يا ولاد؟ على الارتفاع المناظر. ايوه كده، تشطروا معايا لان في مسائل كتيره تراكميه. تعالوا برضو نكمل مسائل على الدائره. نكتب مع بعض كده، محيط الدائره بيساوي باي في طول القطر. محيط الدائره باي في طول القطر. طيب ممكن نقول برضه محيط الدائرة قانون كمان، محيط الدائرة بيساوي 2 باي في نق. محيط الدائرة بيساوي 2 باي في نق. عارفين بقى يا ولاد دي النسبة التقريبية اللي هي 22 على 7 أو 3.14 من 100، فاهمين كده؟ طيب لو أنا عايز أجيب طول القطر، نكتب مع بعض طول القطر بيساوي باي، بتساوي باي يا ولاد بتساوي 22 على 7 بتساوي 3.14 من 100. 3 علامة عشرية و14 جزء من 100. ايوه كده، 3 و14 جزء من 100. لو عايزين نجيب طول القطر، اقول طول القطر بيساوي، طول القطر بيساوي محيط الدائرة على باي مقسومة على باي. طول القطر بيساوي محيط الدائرة على باي. تمام؟ طيب ايه تاني؟ لو عايزين نجيب يا اولاد باي، باي بتساوي محيط الدائرة على طول القطر. نكتب يا حبايبي خط جميل كده. باي يساوي محيط الدائرة مقسومة على، شد كسر كده تحتها، طول القطر. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا نق. نق بيساوي المحيط على 2 باي. نق بتساوي يا ولاد، نق دي معناها نصف القطر، نصف قطر الدايرة يساوي المحيط على 2 في باي. تعالوا بقى ناخد المحيطات بالنسبة لمحيط المربع والمعين والمثلث والمستطيل وكل الحاجات دي. ها، مستعدين ولا يا أبطال؟ اكتبوا ورايا. أول حاجة، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. محيط المعين بيساوي طول الضلع في 4. محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. محيط المستطيل بيساوي، مع بعض يا أولاد، محيط المستطيل بيساوي، نفتح قوس الطول زائد العرض ونقفل القوس في 2. محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكلي في 2.
لحد كده مفهوم كده تمام. طيب تعالوا بقى ايه نكتب يا اولاد. محيط المثلث المتساوي الاضلاع بيساوي طول الضلع في 3. لحد كده مفهوم؟ اه. تعالوا بقى نراجع القواعد اللي احنا قلناها كده كلها ونقراها. نراجع كده القواعد، نراجع معاها كده يا اولاد. اول حاجه خدناها مساحه المثلث تساوي نص طول القاعده في الارتفاع، مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب طولي قطرين، مساحه المربع بتساوي نص في طول القطر في طول القطر. خد بالكم مساحه المربع ممكن نقول عليها برضو ايه؟ طول الضلع في نفسه. في نفسه فاكرين؟ طب احنا خدنا قوانين جديده برضو السنه دي بالنسبه للحجوم، دي هنقولها كمان فاكرينها؟ حجم المكعب، ها طول الحرف في نفسه في نفسه فاكرين؟ وحجم متوازن المستطيلات، ها طول في العرض في الارتفاع، او حاصل ضرب ابعاد الثلاثه، او مساحه القاعده في الارتفاع. تمام، القوانين دي معانا برضو هتنسوها. ده ايه؟ ده كتاب، دي مساله تراكميه يعني. ها وقلنا برضو طول قطر معين يا اولاد 2 في مساحه المعين على طول القطر الاخر، وقلنا ان طول القطر في طول القطر بيساوي 2 في مساحه المربع، ولو عايزين نجيب الارتفاع بنقول له 2 في مساحه المثلث على طول القاعده، ولو عايزين نجيب طول قاعده المثلث 2 في مساحه المثلث على الارتفاع، ومساحه متوازي الاضلاع طول القاعده في الارتفاع المناظر. ارتفاع متوازي الاضلاع بقسم المساحه على طول القاعده، فهمتوا؟ لو عايز اجيب طول القاعده بقسم المساحه على ارتفاع المناظر. محيط الدايره باي في طول القطر، محيط الدائرة ممكن عليه 2 باي ناق باي تساوي 22 على 7 أو 3.14 من ميل. طول القطر بيساوي المحيط على باي، باي بتساوي محيط الدائرة على طول القطر، ناق بتساوي المحيط على 2 باي، محيط المربع على طول الضلع في 4، ومحيط المعين طول الضلع في 4، محيط المثلث مجموع أطوال الأضلاع، محيط المثلث مساوي الأضلاع طول الضلع في 3. تعالوا بقى نكمل تمارين من الكتاب يا اولاد. اهو جاب لنا مساله بيقول لي عايزين نجيب ايه؟ طول قاعده المثلث الذي مساحته 240 سنتيمتر مربع وارتفاعه ب 10. المثلث يا اولاد عشان اجيب طول القاعده بضرب 2 في المساحه واقسم على ايه؟ على الارتفاع. احنا عملناها ولا لسه؟ اه لسه ما عملناهاش. اه يبقى هقول له 2 في مساحه المثلث يا حبايبي على ايه؟ على 10 اللي هو الارتفاع، نقوم شايلين الصفر مع الصفر، و2 في 4 ب 8 و2 في 2 ب 4. يبقى عندك طول قاعدة المثلث اقول له 2 في المساحة على ايه؟ على الارتفاع المناظر. تمام كده؟ طلع معايا 48 ايه؟ سنتيمتر، مفهوم؟ طيب الدائرة، جات لي مسألة على الدائرة اهي، الدائرة التي طول أكبر وتر فيها ب 7 سنتيمتر يكون محيطها. ها؟ أكبر وتر فيها دي معناها ايه؟ الشاطر يقول لي. مين أكبر وتر في الدائرة؟ القطر. القطر، ممتازة. يبقى هو جاب لك ايه هنا؟ القطر كان بسبعة وانت عايز تجيب المحيط، محيط الدائرة بيساوي ايه؟ ها؟ باي في ايه؟ طول القطر. يبقى هنضرب المحيط، نضرب باي في طول القطر، 22 على 7 باي في طول القطر اللي هو 7، 7 تروح مع 7 يبقى 22 سنتيمتر. فاهمين كده؟ طيب معين محيطه 20 سنتيمتر وارتفاعه كان ب 6 سنتيمتر، فإن مساحته يا ولاد ده معين. المعين عشان اجيب مساحته، ما هو المعين خد بالك متوازي اضلاع اصلا، تعرف المعين هو متوازي اضلاع احدى في كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول، فاكرين؟ المعين هو متوازي اضلاع في كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول، اضلاع او الاضلاع الاربعه متساويه في الطول، لكن المستطيل هو متوازي اضلاع احدى زوايا قائمة. نعمل ايه في الشرط؟ يقول لي هنا انت عندك معين محيطه كان ب 20 سنتيمتر وارتفاعه ب 6، طب ما انت عندك مساحه المعين زي مساحه المتوازي اللي هي طول القاعده في الارتفاع المناظر، صح؟ طب القاعده هنا اللي هي الضلع، ما هو معين اهو، بصوا يا حبايبي ده معين له قانونين عشان اجيب المساحه، يا اما هاخد القاعده في العمود اللي هو الارتفاع طول القاعده في الارتفاع، ها؟ او اقول ايه؟ او اقول نص في طول القطر في طول القطر، نص حاصل ضرب طول القطري يعني. هو هنا ما اقدرش، انا ما جابش اقطار في المساله، يعني التمرين ده يا اولاد هو ما جابش اقطار، ده معين ما جابليش فيه اقطار، ولكن جاب لي ايه؟ محيطه ب 20. محيطه ب 20 سنتيمتر يعني الضلع يبقى بكام؟ محيطه ب 20 يعني الضلع 20 اتقسم على كام؟ على 4 على 4 يبقى ب 5، يبقى كل ضلع ب 5، الضلع ده ب 5 والضلع ده ب 5 والضلع ده ب 5، الارتفاع بقى كان ب 6، يبقى المساحه هتبقى ايه؟ ها؟ طول القاعده في الارتفاع، يبقى ال 5 في 6 بكام؟ ب 6 ب 30. دي من اقوى المسائل او المسائل اللي عايزه فهم.
اقول له تاني يا اولاد المعين مساحته بجيبها عن طريق طول القاعده في الارتفاع. يبقى المعين له قانونين بالمساحه، يا اما اقول نص في طول القطر او الاول في طول القطر الثاني اللي هي احنا خدناها من شويه فاكرينها، اللي هي نص حاصل ضرب طول القطر ايه، او ممكن نقول ايه طول الضلع في الارتفاع. ده هنعمل انهي واحد؟ هل جاب لي اقطار؟ لا لا ما جابش اقطار. يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب الضلع اشوفه كام واقوم ضربه في الارتفاع. طب ما جابش ضلع يا نص، بس جاب لك المحيط. المحيط كام بكام؟ ب 20. المحيط ده يعني مجموع الاضلاع الاربعه، ومن خواص المعين الاضلاع الاربعه بتكون متساويه في ايه؟ في الطول. يبقى 20 اقسمها على كام؟ أربعة. كل ضلع يبقى بكام؟ بخمسه. والارتفاع خد بالك الارتفاع هنا كان بكام؟ بستة. خمسه بستة بايه؟ 30 سنتيمتر مربع. طيب مين الشاطر يقول لي النمط ده؟ 1 4 9 16. كل مره بزود 3. ها متاكده؟ لا ثانيه. اول حاجه زودنا 3. ايوه. بعد كده زودنا 5. ايوه فكره جميله. ها زودنا بعدين فكري معانا 7. زودنا 7. بعد كده زودنا كام؟ 3 5 7. ها 2. نزود كام بعد كده؟ احنا زودنا 3 زودنا 5 زودنا 7، يبقى هنزود ايه المره الجايه؟ لا لا انت زودتي 3. 9. ايوه زود 9. هنزود 9 فوق. يلا 16 زود عليها 9 تبقى كام؟ 25. 25 دي طريقه. في تفكير تاني يا اولاد يقول لك ايه 1 في 1؟ ها اللي هي مربعات العدد، قاعده مربعات العدد بتاعت سنه 5. افتكروا معايا سنه 5. 1 في 1؟ 1. 2 في 2؟ 2 4. 3 في 3 9. 4 في 4 16. 5 في 5 25. يبقى ممكن واحد يفكر تفكير تاني يحلها كده. كل مره بيضرب الرقم في نفسه. 1 في 1 واحد. بسرعه. 2 في 2 4. 3 في 3 9. 4 في 4 16. 5 في 5 25. ده تفكير تاني غير بدل ما كان بيزود كذا 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 ومتلخبطه. طيب ضعف العدد س مطروحا منه 7. يلا نعملها معادله. ها يلا ضعف العدد س مطروحا منه 7 نعملها ازاي يا اولاد؟ عايزين نعمل معادله. ها ضعف او تعبير رياضي. ضعف العدد س مطروحا منه 7 يعني اقول له 2 س ناقص ايه؟ 7. طيب المربع لازم محيطه 32 سنتيمتر تكون مساحته كام سنتيمتر مربع؟ المساحه نقسم على 4. نقسم على 4 الاول عشان نجيب الضلع، لان هو جاب لك ايه؟ ها ركزي، دي زي مساله المعين، دي زي مساله المعين يا اولاد. جاب لي المحيط او مقسمه على 4 يجيب لك الضلع. يبقى طول الضلع هيبقى بكام؟ 32 على 4 فيها ايه؟ 8. ده الضلع بتاع مربع طوله ب 8. يبقى هنجيب مساحه المربع. مساحه المربع ايه؟ طول الضلع في نفسه. يبقى 8 في 8 بكام؟ ها 64 سنتيمتر مربع. يلا يا اولاد عدد محاور المعين، عدد محاور التماثل المعين 2. تعالوا نراجع كده مع بعض، نكتب مع بعض. المربع المربع له 4 محاور تماثل. المربع له 4 محاور تماثل. المعين له 2 2. نكتب 2 كده واعمل علامة ايه؟ شرطة كده، يعني ايه؟ زي اللي فوقها يعني. تمام. يبقى المعين له 2 محور تماثل. معانا يا بنتي؟ فاهمة؟ طيب ايه تاني؟ المستطيل ها له 2 محور تماثل. المستطيل له 2 محور تماثل. ايه تاني يا اولاد؟ ها الدائرة لها عدد لا نهائي من محاور التماثل. اكتبوا ورايا عشان تبقوا شطار. الدائرة لها عدد لا نهائي من محاور التماثل. ايه تاني يا اولاد؟ المثلث المتساوي الاضلاع له 3 محاور تماثل. المثلث المتساوي الاضلاع له 3 محاور تماثل. المثلث المتساوي الساقين له محور تماثل واحد. المثلث المختلف الاضلاع. المثلث يا ولاد خلاص خلصنا. مساوي الساقين له محور تماثل واحد. المثلث المختلف الاضلاع ليس له محاور تماثل.
تمام كده يا ولاد، فهمنا؟